فمنكم زملاء من قضيت معه، بل هو مصدر اعتزال، لأنني مطمئن على مهنتي لأن فيها حراك، نحن في حاجة إليه، نحن في دينامية في حاجة إلى هذه الدينامية، وبدونها ستموت مهنة المحاماة، ولن نقبل ذلك تحت أي ذريعة وتحت أي ولأي سبب. بغيت نأكد لكم جميعا ولزملائي وزميلاتي الغائبين والغائبات عنا اليوم لظروف خاصة، بأنهم سيجدون في شخص المتواضع المتقبل لكل الانتقاد، المتقبل لكل تسخوين، المتقبل لكل إثارة في كل اعوجاج، أصالة ونيابة عن زملاء السادة النقباء أعضاء مكتب الجمعية، لأنني أؤمن بفضيلة الاختلاف على قاعدة طبعا التعاون، على قاعدة إنتاج ما يخدم مصلحة مهنة نعتز جميعا بانتمائنا إليها، وعلى قاعدة الالتفاف حول بعضنا البعض، وخاصة حول مؤسساتنا المهنية. قلت حراك جيد، تدافع جيد، نحن في حاجة إليه، لكن يظل يتعين أن يظل داخل الإطار المؤسساتي الذي به نقوي ذواتنا ونتقوى مع غيرنا. فبدون هذا الأسلوب أعتقد بأننا قد ندخل في مرحلة إضعاف بعضنا البعض، وهو أمر لا يستقيم، وقدراتكم وغاياتكم ولا يستقيم ومهنة المحاماة. وبالتالي مرة أخرى أنا أعتز بما تعرفه الساعة المهنية من تدافع، من نقاش، من حراك، لكن أدعو أن يكون مؤطرا دائما ب داك لومبلاج، لا صح التعبير، ماشي لومبلاج، ماشي من اجل لومبلاج، هو الوجه اللي كيشوفه الاخرين، انها التقاليد والاعراف التي بدونها لا اعتقد ان ننتج فكرا مهنيا كيفما كان مستوانا الفكري والعلمي، لكن مع احترامها قد تكبر فينا الافكار وتزهو والأفكار التي الخلاقة داخل التقاليد والأعراف، نكون أعتقد على في أحسن حال. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في هذه المقدمة الأولية. شكرا لكم على سماع هذه الملاحظة. أيضا بغيت في هذه المناسبة قبل تلاوة البيان العام أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم والاحترام الخاص لكل زميلاتي ولكل النقباء أعضاء مكتب الجمعي الذي أتشرف بالاشتغال معهم خلال هذه الولاية، ولكن ولكم جميعا نقبائي وزملائي وزميلاتي المحترمين والمحترمات، أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على مساهمتكم في أشغال هذا المؤتمر، وما حضوركم اللحظة في هذا التوقيت بالذات إلا دليل قاطع على حرصكم أن ننتج من خلال هذا المؤتمر غاية أساسية، الالتفاف حول بعضنا أولا، ثم أيضا التعاطي مع مخرجات العمل الذي قمت به خلال يومين متكاملين، التعاطي معه بالجدية اللازمة وبالاحترام والتقدير اللازم والواجب لفكركم ولأشخاصكم ولمهنتنا. أود أيضا باسمي الشخصي وباسمكم جميعا أن أتقدم إلى هيئة محامينا
بأكادير وبرميم والعيون في شخصي نقيبها المحترم الأستاذ خالد وأعضاء مجلسها المحترمين وكل المنتسبات والمنتسبين لهذه الهيئة العتيدة. بخالص الشكر والامتنان وجميل العرفان على أولا قبولهم في ظروف استثنائية، قبولهم استضافة مؤتمرنا في ظروف خاصة وفي مكان له رمزيته وفي زمان له رمزيته، وقد أحسنوا استقبالنا ووفادتنا. لا بد أن أشير إلى أنني أؤمن إيماني بالله بضرورة بأن المحامون هم الذين يقودون كل القضايا المجتمعية الراهنة أثناء مؤتمراتهم، ومؤتمر 91 كان اللبنة الأولى والشرارة الحقيقية لما عرفه المغرب بعد يونيو 91 من انفراج سياسي، من دعوة لرجوع المغتربين، ومن رسالة ثنائية تعلمونها خلال أكتوبر 91 كانت نتائجها هو الحصول على دستور 1992 الذي كنا في أمس الحاجة إليه كمغاربة. لذلك أقول بأن المحامون هم طليعة المجتمع، هم المعول عليهم في قيادة كثير من القضايا التي تهم كل المواطنات والمواطنين، إن على المستوى السياسي أو على المستوى الحقوقي أو على مستوى مختلف القضايا التي تهم المجتمع المغربي. وأنا أتحدث في هذا الموضوع بالذات لا بد أن أشير إلى أن المحامون أيضا ونحن في الداخل ساهموا في كثير من الأحيان بحرياتهم وفي بعض الأحيان بأرواحهم من أجل استقلال هذا الوطن وكذلك استقلال هذا الربوع أيضا الذي نتواجد فيه، ساهموا في إرساء قواعد الديمقراطية في بلادنا، ولازلنا على الدرب سائرون، لكن لكل زمان رجالته وظروفه ويتعين أن نتعاطى معها بما ينبغي من حزم ومن أساليب توصلنا إلى الغايات التي نتوافق عليها جميعا وتكون بالفعل هي القاسم المشترك فيما بيننا كمحاميات ومحامين وطبعا كمواطنات ومواطنين. بعد هذه المقدمة الطويلة والسحول عليها، اجتمع مكتب الجمعية قبل قليل وترقى عددا من خلاصات التقارير والتوصيات الصادرة عن مختلف اللجان التي شغلت فيها جميعا، وهي اللجان الستة كما تعلمون، وباستقراء لهذه التقارير ولهذه التوصيات الصادرة عن اللجان اتضح لمكتب الجمعية فيها كثير من التداخل وكثير من البناء لا اللغوي ولا اللفظي ولا المبنى ولا المعنى في كثير من لجنة إلى أخرى في كثير من المواضع، لكن في إطار الحرص على الحفاظ عليها
وعلى الحفاظ على ما جاءت به هذه التوصيات، كما التزمت معكم ربما أو مع بعضكم باسم المكتب الجمعية، وحرصا على الأمانة كما قدمت لنا، وصعوبات التعاطي معها من اللحظات التي توصلنا بآخر تقرير لعلها الساعة الثامنة والنصف أو شيء من هذا القبيل إلى غاية الحضور لهذه القاعة، لم نتمكن من غربلتها حتى لا تثير ما يمكن إثارته من ملاحظات من طرف المؤتمرات والمؤتمرين. وقرر مكتب الجمعية إعادة قراءتها مع الحفاظ على الخاص فيها والتنسيق فيما في المشترك بين 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 ما جاء في التوصيات ديال بعض اللجان، وأرجع ذلك إلى ما بعد احتراما لوقتكم الكريم، لأنه كان بالإمكان أن نزيد نتعطلوا عليكم، ولكن بغينا نعتذر لكم حتى على التأخير اللي حصل لهذا السبب.